نجحت فرق البحث والإنقاذ بقوات خفر السواحل بحضرموت بإنقاذ أرواح شخصين تعرضا لحوادث غرق، كما عثرت على جثة غريق مجنون في اليوم 11 من موسم نجم البلدة السياحي. وأوضحت فرق البحث والإنقاذ أنها تمكنت بإنقاذ شابين، أحدهما من أبناء محافظة حضرموت إثر غرقه في ساحل خلف، والآخر من أبناء محافظة الحديدة نتيجة لتعرضه لحادث غرق في ساحل 60 بالمكلا، مؤكدة أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة. كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على جثة غريق مجنون رمى بنفسه في بحر خور المكلا بعد تلقيها بلاغا يفيد بحادثة الغرق، حيث بذلت الفرق جهودا متواصلة استمرت لنحو ساعتين وأثمرت بالحصول على جثة الغريق. وعبرت قيادة قوات خفر السواحل بحضرموت عن أسفها الشديد بأن يفقد الغريق الثالث منذ بدء موسم البلدة لهذا العام، مجددة دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء الاغتسال والالتزام باللوائح الإرشادية التحذيرية.